بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله ألقانا معاكم في المحاضرة الثانية من مادة الناس الآلية الكهربية، المحاضرة الثانية في هندسة كهربية. وصلنا مع بعض لقانون كيرشوف للجهد. كان كيرشوف للجهد بينص على أنه المجموع الجبري لكل من مقادير القوة الدافعة الكهربية اللي هي مصادر الجهد في دايرة، ومقادير الهبوط في الجهد في مقاومات الدائرة اللي هو الفولتج دروب اللي بيحصل على المقاومات في مسار مغلق بيساوي صفر، أو بالشكل العام كده مجموع الجهود في دايره مقفوله بيساوي صفر. لو احنا جينا نطبق الكلام ده على المثال الموجود او الشكل 1.11، احنا هنوضح مع بعض ازاي نحدد البولاريتي او الاشارات على الدايره الموجوده قدامنا. احنا قلنا مسار او مجموع الجهود في دايره مقفوله بيساوي ايه؟ بيساوي صفر، يعني النقطه من 1 ل 4 ل 3 ل 2 ل 1 مره تانيه اللي هو اللوب ده، كده كده مجموع الجهود اللي داخلها كلها بتساوي كام؟ بتساوي صفر. طب عشان احسب انا مجموع الجهود دي يبقى لازم احدد القطبيه الخاصه بمسار التيار في المقاومات والقطبيه بتاعت مين؟ بتاعت كل مصدر جهد فين؟ في الدائره المقفوله دي. هنحدده مع بعض. تعال نشوف كده مع بعض ده هنحدد. زي ما احنا شايفين الاي واحد داخل في الار واحد من الشمال من اليمين من الشمال لليمين، يبقى اذا المقاومه ار واحد هتاخد الموجب من هنا، هتبقى موجب سالب لان اتجاه التيار داخل كده، تمام. طيب نعم، نبص على الار 4. الار 4 التيار داخل من تحت لفوق، يبقى اذا المقاومه هتبقى موجب تحت وسالب فوق. الاي 3 داخل في المقاومه ار 3 من الشمال لليمين، يبقى بوظف هحدد القطبيه بتاعتها، يبقى موجب هنا وسالب هنا. نفس الكلام بالنسبه للمقاومه ار 2، التيار جاي من فوق لتحت، يبقى اذا هيبقى ده موجب سالب. لو احنا اخترنا لون تاني بقى مثلا اللون الازرق عشان نحدد القطبية بتاعت البطاريات، الشرطة الكبيرة طبعا بتمثل لي الموجب بتاع البطارية، يبقى هنا موجب سالب، ده سالب موجب، البطارية دي يبقى هنا برضو سالب موجب، والبطارية دي يبقى هنا موجب سالب. ونفرض احنا بقى مسار، طبعا هو ممكن احنا نشتغل من نفرض مسار اتجاه التيار 1 4 3 2 1، ونشوف هنحسبها ازاي كقيمة جهود. فلو انا قلت ان انا عاوز امشي افرض المسار من هنا كده، يعني همشتغل من هنا كده، هشتغل نختار لون تاني وليكن اللون ده من 1 4 كده بالشكل ده، ايوه ده هيبقى اللوب. يبقى هنشتغل من 1 4 3 2 1 مرة تانية. تعال نشوف هيبقى المعادلة هتساوي ايه. فلو احنا قلنا ان همشي هنا من الاتجاه ده، طبعا انا اول حاجه قابلت موجب ليه؟ موجب المقاومه بالولاريتي. فهنا في حاله لما اجي احسب قيمه التيار المضروب في الجو في المقاومه بياخد عكس اتجاه ايه او عكس اشاره المقاومه، بمعنى ان انا ابص هنا لقيت اشاره المقاومه موجب، يبقى انا هقول ناقص اي واحد ار واحد. طيب قابلني مين دلوقتي اشاره مين دلوقتي؟ قابلني اشاره الاي واحد موجب سالب. طب لما اقابل موجب وسالب كده انا ايه بقابلني كده هبوط في الجهد، يعني ايه؟ يعني من فوق لتحت، فبالتالي هقول ناقص اي واحد ار واحد ناقص اي واحد ناقص اي واحد. طيب تمام، هنمشي كده بالمسار زي ما احنا حددناه، هنلاقي البطاريه سالب، يبقى اذا هقول موجب اي 4، قابلني سالب في المقاومه يبقى موجب اي 4 ار 4، قابلني سالب البطاريه هقول موجب اي 3، قابلني سالب مقاومة يبقى موجب اي 3 ار 3، قابلني موجب في البطارية يبقى ناقص اي 2، قابلني سالب موجب اي 2 ار 2. كل ده بيساوي ايه؟ كل ده بيساوي صفر. تعال نبص مع بعض كده المعادلات زي ما احنا قلنا اهو. يبقى اذا إيه؟ ناقص اي 1 ار 1 ناقص اي 1 دي اللي احنا قلنا عليها اهيت، ان هنا عندي قابلتني اشارة موجبة يبقى اي 1 ناقص اي 1 ار 1، قابلني اشارة موجبة يبقى ناقص اي 1، تمام. زائد قابلنا هنا في الدايره موجب ناقص اي 4، كده ارتفاع في الجهد من السالب للموجب، اذا هقول زائد او موجب اي 4، قابلني ناقص في المقاومه يبقى موجب اي 4 ار 4 اهو، يبقى اذا اهوت ناقص موجب اي 4 زائد اي 4 ار 4. طيب بالنسبه لاي 3 قابلني ناقص، يبقى اذا زائد اي 3، قابلني ناقص في المقاومة يبقى إذا زائد أي 3 آر 3، قابلني زائد في المقاومة يبقى هو ناقص أي 2 موجب أي 2 في آر 2، كل ده بيساوي صفر، ودي المعادلة رقم 1. طب لو واحد حب لا عاي... طب أنا عايز أمشي بقى في المسار العكسي، عايز أبدأ 1 2 3 4 1، مفيش أي مشكلة بالنسبة لي. تعال نطبق الكلام ده كده على المعادلة بتاعتنا.
لو انا عاوز اشوف افترض مسار تاني مختلف عن ده، اللي هو مسار هيمشي من كده، عايز يبدأ من واحد ويرجع تاني، ده اللوب اللي هو عايز يشتغل عليه. اقول له اه، طب انا بقى هاجي هنا ابص الاقي موجب اي 2 ار 2، ده اذا مقام بالموجب، يبقى اذا هو ناقص اي 2 ار 2، قابلني سالب الايه البطاريه 2، يبقى هو الموجب اي 2، موجب يبقى ناقص اي 3 ار 3 ناقص اي 3 ناقص اي 4 ار 4 ناقص اي 4، قابلني ناقص يبقى زائد اي 1 زائد اي 1 ار 1، ده كله بيساوي صفر. تعال نبص على المعادله كده اهي، يبقى ناقص اي 2 ار 2 زائد اي 2 اللي احنا قلنا عليها اهيت، قابلني بلس، يبقى هنا ماينس اي 2 ار 2 بلس 2، دي اول حاجه اهي، ماينس اي 2 ار 2 بلس اي بلس 2. بعد كده ايه اللي قابلني؟ قابلني هنا موجب، يبقى اذا ماينس اي 3 ار 3 ماينس اي 3 اهي، يبقى ماينس اي 3 ار 3 ماينس اي 3. تاني قابلني هنا موجب تاني في الار 4، يبقى ماينس اي 4 ار 4 ماينس اي 4 اهي، يبقى ماينس اي 4 ار 4 ماينس اي 4 بلس هنا قابلني ماينس في البطاريه، يبقى بلس اي 1 بلس اي 1 ار 1، كل ده ايكوال كام؟ كل ده ايكوال 0 تمام. يبقى هشتغل من يمين للشمال، هشتغل من يمين، المهم ان قانون كيرشوف بيقول لك مجموع الجهود في دايره مقفوله بيساوي ايه؟ بيساوي صفر، على حسب انت ما تحدد، او هو يحدد لك اتجاه التيار، مبدا يحدد لنا القطبيه بتاعت المقاومات وقطبيه البطاريه طبيعي، الشرطه الكبيره موجب والشرطه الصغيره سالب، وابدا اشوف المسار همشي فيه ازاي، وابدا احدد القيم على حسب الاشارات. هو مدي لك هنا ملاحظه كويسه خالص وتعرفك ازاي تشتغل، بيقول لك ملاحظ من المعادلتين السابقتين ان القوه الدفع الكهربائيه اللي هي الاي يعني او المصادر للبطاريه تدخل في معادله باشاره موجبه عندما يكون التيار ايه تطبيق قانون من القطب السالب الى القطب الايه الى القطب الموجب. يعني لو انا داخل كده في التيار هنا زي دي كده من السالب للموجب، يبقى هنا هتبقى ايه، هيبقى هنا التيار ماله، دي مالها هتبقى مجموعه، هتبقى بلس كام؟ اي 4 تمام. وكما ان مقدار الهبوط في الجهد على المقاومه اللي هو مضروب حاصل ضرب الاي في الار يدخل في المعادله باشاره سالبه عندما يكون مرور التيار المقاومه اثناء تطبيقه في ايه اتجاه ايه في الكون تكون موجب. يعني احنا اصلا كده بندخل قيمه التيار بالماينس لو انا لقيت المقاومه مالها قيمتها موجبه. طب نحسب، ناخد مثال بقى عشان نفهم القانون ده كتطبيق عملي. مثال 1.12 بيقول لك احسب فرق الجهد في 3، في 3 اللي هو ده اهو، احسب فرق الجهد في 3 الدائره موضحه في الشكل، باذن الله يكون كيرشوف ايه كيرشوف للجهد، او الباي كي في ال او باي كيرشوف فولتج لوب. هنقول احنا قلنا مجموع الجهود في مسار مغلق بتساوي كام؟ بتساوي صفر. يبقى انا هبص على الاشاره، لو هفترض انها بتطلع من هنا لهنا، يبقى هنا موجب بقى بين هنا، هفرض التيار يمشي من هنا لهنا، يبقى هو ايه، هقول ان الموجب قابلني اشاره سالبه يبقى موجب اي، قابلني موجب اهو، يبقى ماينس في 1 ماينس في 2 ماينس في 3 بتساوي كام؟ بتساوي صفر. طب انا عاوز مين انا؟ انا عاوز الفي 3، يبقى اهو يبقى المعادله بتاعت زي ما احنا شايفين كده ان الاي 1 ناقص في 1 ناقص في 2 ناقص في 3 بتساوي 0. هقول بقى طبعا انا عايز مين؟ انا عايز في 3، يبقى في 3 هتساوي بعكس الاشاره بتساوي الاي ناقص في 1 ناقص في 2، يعني هتساوي 10 ناقص 5 ناقص 2 بتساوي كام؟ بتساوي 3 فولت. طب ناخد مثال اكبر شويه، مثال 1.13 بيقول لك للدائره الموضحه في الشكل 1.13 اوجد فرق الجهد في 2 اللي هو هنا ده، والتيار اي اللي هو التيار الكلي في الدايره، واوجد كذلك المقاومتين ار 1 وايه وار 3، ار 1 بكام وار 3 بكام. طبعا ده باستخدام قانون كيرشوف لايه؟ كيرشوف للجهد. هنقول طبعا نفس الكلام باي كي في ال، مجموع الجهود في مسار مغلق بتساوي صفر. هو قال خلاص هنفترض هنا هنمشي من تحت لفوق، يبقى انا طبعا قابلنا هنا اشاره موجبه هو الماينس اي. طيب قابلنا هنا ايه بقى؟ قابلنا هنا ان سالب موجب، يبقى من تحت لفوق في الجهد، يبقى هنا طبعا دي الاشاره دي مش خاصه بمقاومات، الاشاره دي خاصه بقيمه الجهود كانها مصادر، فهو طبعا محددها لي مش انا اللي حددتها. فهقول له اهوت او التيار عموما هو محدد لي مسار التيار، فبقول لك التيار داخل كده، فبالتالي مسار مرور التيار هحدد المقاومه، يبقى ده موجب ودي وسالب، همشي كده هلاقي موجب وسالب، همشي كده موجب وسالب، يعني التيار هو بدل ما حددهولي كشكل في الدايره
فانا اقدر احدد قيمه او البريورتي بتاعه المقاومات بمنتهى البساطه على الدائره. فالتيار داخل المقاومه يبقى موجب سالب، هيدخل كده يبقى موجب سالب، هيدخل كده يبقى موجب ايه؟ موجب سالب. فهنقول ان ناقص اي هنا طبعا قابلني اشاره ايه؟ اشاره سالبه، يبقى موجب، ده احنا قلنا عكس الاشاره، يبقى موجب ايه؟ موجب ار 3. قابلني هنا اشاره سالبه، يبقى موجب ار ايه؟ او موجب في 2 عفوا، يبقى هنا ناقص اي 1 ان ناقص اي بلس في 3 بلس في 2 بلس ايه في 1، كل ده بيساوي ايه؟ كل ده بيساوي صفر. طب هو عاوز ايه في المعادله؟ عاوز قيمه الفي 2. هقول اه بما ان بقى ان الفي 2 دي هتساوي، هاخد دول كلهم بعكس الاشاره الناحيه الثانيه، يبقى اذا الاي ناقص في 1 ناقص في 3، يبقى اذا 54 ناقص 18 ناقص 8 بيساوي كام؟ بيساوي 21 دولار. طب التيار، التيار في اي مكان، التيار توالي، التيار هنا ثابت في جميع الدائره اللي قدامنا دي. فلو انا عاوز التيار في الفرع على مقاومة ار 3 بدلالة الفي 2، يبقى اذا اقول ان الاي بقانون اوم بيساوي الفولتج على المقاومة، يبقى عبارة عن في 2 على ار 2 بيساوي 21 على 7 بيساوي كام؟ بيساوي 3 امبير. لو انا عاوز بقى احسب قيمة الار 1 والار 2 برضه بتطبيق قانون اوم، يبقى اذا الار 1 بتساوي في 1 على اي التيار الكلي، يبقى 18 على 3 بتساوي 6 اوم، والار 3 بتساوي الفي 3 اللي هو الجهد، في 3 المعلوم 18 فولت على او 15 فولت على 3 اللي هو قيمة الفي 3 بيساوي 5 اوم. كده انت حسبت ايه كل القيم المطلوبه في الدائره بتاعتك. لو احنا خدنا بقى في قاعده بيسموها قاعده توزيع الجهد او الفولتج ديفايدر رول، قال لك في حاله توصيل المقاومات على التوالي مع منبع جهد كهربي، فان فرق الجهد عبر اي مقاومه في هذه الدائره يساوي حاصل ضرب هذه المقاومه في جهد المنبع مقسوما على المقاومه الكليه للدائره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا عندي دائره عباره عن زي اللي قدامنا دي، عباره عن مقاومتين متوصلين بالتوالي مع مصدر جهد، هنقول المقاومه ايه بقى؟ القانون العام ان المقاومه الكليه في التوالي بتساوي ار 1 زائد ار 2. ولو انا عايز احسب قيمه التيار الكلي هيبقى عباره عن الاي بتاعت البطاريه على مجموع المقاومات على ار توتال. يبقى اذا لو انا بقى اطبق بقى قانون ايه توزيع الجهد اللي بقول لك في حاله توصيل المقاومات على التوالي مع منبع جهد كهربي، فان فرق الجهد عبر اي مقاومه في هذه الدائره يساوي حاصل ضرب هذه المقاومه في جهد المنبع مقسوما على المقاومه الكليه للدائره. يعني ايه؟ يعني لو انا عاوز احسب الفي 1 في الدائره اللي قدامنا دي اللي هي اصلا بتساوي بقانون اوم الاي في ار 1، طب انا ما عنديش قيمه التيارات عايز احسبها بدلاله الجهود، يبقى بيساوي الاي المصدر الكلي على المقاومه الكليه في مين؟ في الار 1، او بتساوي ان الفي 1 بتساوي ار 1 في الاي على المقاومه الكليه. يعني ايه؟ يعني انا عايز احسب الجهد على المقاومه الاولانيه ده، يبقى المقاومه الاولانيه دي بتساوي ايه من قانون من قاعده توزيع الجهد؟ ان الفي 1 هتساوي المصدر الكلي الاي في المقاومه اللي انا عايز احسب عندها الجهد على مجموع الايه؟ على مجموع المقاومات. تعال شوف الكلام ده على الفي 2، الفي 2 هيبقى قانون اوم بيساوي الاي في الار 2 اللي هي بتساوي الاي على الار توتال في الار 2 برضه اللي هي بتساوي الار 2 في الاي على الار توتال. والكلام ده ممكن اطبقه على اكس او ان من الايه؟ من المقاومات. فاقول لو انا عايز احسب الفي اكس هتساوي الار اكس في الاي على الار توتال وهكذا لو عندي اي عدد من المقاومات ايه بالتوالي. ناخد مثال عشان نفهم قاعده توزيع الجهد. اقول لك اهو في مثال 1.15 بيقول لك باستخدام قاعده توزيع الجهد احسب فرقيه الجهد في 1 وفي 3 للدائره المبينه في الشكل 1.17. عندك دايره اهي عباره عن بطاريه 45 فولت ومقاومه ار 1 2 كيلو وار 2 5 كيلو وار 3 8 كيلو، هو عاوز يحسب قيمة الفي 1 والفي 3. طبعا هو محدد لك هنا الإشارات بتاعة البطارية دي سالب موجب، وهنا مفترض إن التيار بيمشي كده، فقال لك دي موجب سالب وطبعا دي موجب سالب. عشان نحسب الكلام ده عن طريق فرق الجهد أقول لك بما إن بتطبيق قاعدة فرق الجهد أو قاعدة توزيع الجهد عفوا، يبقى الفي 1 هتساوي إيه؟ إحنا قلنا من قاعدة توزيع الجهد إن الفي 1 هتساوي إيه؟ هتساوي المقاومه ار 1 اللي انا عايز احسب عندها فرق الجهد في الجهد الكلي على مجموع المقاومات. يبقى اذا الفي 1 هتساوي ار 1 في الاي على ار توتال، الار 1 اللي طبعا بتساوي 2 كيلو في 45 فولت على مجموع الايه المقاومات طلعت ب 6 فولت، وهكذا ان الفي 3 هتساوي الار 3 في الاي على الار توتال هتساوي 24 فولت. لو احنا بقى بنتكلم على توصيل المقاومات على التوازي، ازاي نحسب توصيل او قيمه المقاومه الايكوفالنت سيركت بالنسبة لدائرة موجود فيها أكتر من مقاومة على التوازي، إذا تم توصيل عدد من المقاومات بشكل ما بحيث إن فرق الجهد عبر أي منها متساوي، فإن هذا التوصيل يسمى بالتوصيل على إيه؟
على التوازي. يعني لو فرق الجهد على اكتر من ذراع متساوي، ده بيبقى حالة توصيل، او بيخلي الحالة دي بيسميها ايه، توصيل المقاومات على التوازي. وفي حاجة طبعا، طب بنستخدم قانون ايه لو اكتر من المقاومتين؟ هقول ان بما ان زي مثلا المثال اللي قدامنا ده عند ار 1 وار 2 ار 3 لغايه ار ان، هقول بما ان عايز احسب ار توتال، هقول ان 1 ار توتال بتساوي 1 على ار 1 زائد 1 ار 2 زائد 1 ار 3 لغايه 1 على ار ايه؟ على ار ان. ده بالنسبه لي لو انت بتحسب الايه المقاومه الكليه لدايره موصله على التوازي. ناخد مثال عشان نفهم الكلام ده. مثال قدامنا اهوت عباره عن ثلاث مقاومات موصلين على التوازي سواء في اليمين او في الشمال. هو عاوز يحسب المقاومه الكليه والموصليه اللي هي مقلوب المقاومه. هنقول بما ان ار ار 1 على ار توتال بيساوي 1 على ار 1 زائد 1 على ار 2 زائد 1 على ار 3، يبقى 1 على 2 زائد 1 على 4 زائد 1 على 5 بتساوي كام؟ 95. طبعا دي بيسموها المو اللي هو مقلوب المقاومه. يبقى اذا الار توتال هتساوي 1 على 95%، يعني بتساوي 1. او 053 اوم. لو انا بحسب على الموصليه، الموصليه مقلوب الايه، مقلوب المعوقه اللي هي 1 على الار توتال اللي هي في متوسط التوازي، ده بتساوي 95 ايه، بيسموها المو مقلوب الاوم. المقاومه الكليه بقى للمقاومات متساويه موصله على التوازي، لو انا عندي قيمه المقاومات متساويه في الحاله دي بقول لك ان ار توتال بتساوي ار على عدد المقاومات. ناخد المثال عشان نفهم. مثال 1.17 بيقول لك انا عندي دايره احسب طبعا المقاومه الكليه للدايره، هتلاقي ار 1 2 اوم، ار 2 2 اوم، ار 3 2 اوم، ار 4 2 اوم. هنقول بما ان الار توتال بتساوي الار على الان، اللي هو قيمه المقاومه 2 على عددهم اللي هم كام، 4، يعني بتساوي كام؟ بتساوي نص اوم. طيب لو عندنا بس مقاومتين فقط متوصلين على التوازي مش اكتر من 2، هنا بنطبق القاعده اللي هي بتقول لك ايه، بتقول لك بقى حاصل ضربهم على ايه، على جميعهم. يبقى الار توتال هتساوي ال R1 في ال R2 على ال R1 زائد R2. طب لو هما ثلاث مقاومات ممكن نعملهم بالشكل التالي، ان R2 بيساوي R1 في R2 في R3 على ال R1 في ال R2 زائد ال R1 في ال R3 زائد ال R2 في ال R3. طب ناخد مثال، قال لك احسب المقاومات R1 R2 R3 للدائرة المبينة في الشكل 21، وذلك إذا كان R2 بتساوي 2 R1 و R3 بتساوي 2 R2 وكانت المقاومة الكلية ار توتال بتساوي 16 كيلو، وهو عاوز يحسب قيمة المقاومات الثلاثة ال R1 وال R2 وال R3. هنقوله بما ان الواحد على ار توتال لانه مدرجة المقاومات بيساوي 1 على R1 زائد 1 على R2 زائد 1 على R3، وحيث ان ال R2 بتساوي 2 في R1 و ال R3 بتساوي 2 في R1 في R2، يبقى اذا هنعوض بقيمة ال R1 اللي هي 2 في R1، يبقى اذا ال R3 هتساوي 2 في 2 في R1 يعني تساوي 4 R1، بحيث اخلي المعادله كلها في قيمه مقاومه واحده بس مجهول. فهعوض انا بقيمه R2 و R3 بقيمه R1 بالمعادله بتاعتها. فهنقول ان 1 على 16 هيساوي 1 على R1 زائد 1 على 2 R1 زائد 1 على 4 R1، يعني هتساوي 1.75 في 1 على R1. ومنها طبعا ما عنديش غير مجهول 1 ل R1، يبقى انزل R1 هتساوي 1.75 في 16 يعني بتساوي 28 اوم. بما ان بقى ان الار 2 كانت بتساوي 2 ار 1، يبقى اذا هتساوي 2 في 28 يعني بتساوي 56 اوم، والار 3 كانت بتساوي 4 ار 1 يعني هتساوي 4 في 28 يعني بتساوي 112 اوم. بقية الامثله بقى ذاكروها ان شاء الله تبقى موجوده في السكشن مع الباشمهندس سلمان. تعالوا بقى نوصل لقاعده او قانون كيرشوف للتيار. قانون كيرشوف للتيار بيقول لك ان المجموع الجبري لمجموع التيارات الداخله او في نقطه معينه بيساوي مجموع التيارات الخارجه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا افترضت ان قدام الدائره اللي قدام ديت عباره عن R1 وR2 عباره عن مقاومتين نص مع بعض، وافترض ان الاي ده هو التيار الكلي الداخل وخارج منه I1 وI2، يبقى اذا قانون كيرشوف للتيار بيقول لك في عقده اللي هي في نقطه معينه النود اللي هي دي، يبقى الاي بيساوي I1 زائد I2. ناخد مثال عشان نفهم القصة دي. احسب، قال لك احسب التيارات I3 وI5 في الشكل 1/24، وذلك بتطبيق قانون كيرشوف للتيار. يبقى إذا زي ما احنا شايفين الرسمة قدامنا، هنحدد لازم نحدد مسار التيارات. هناخد عندي في اتنين نود متوضحين، النود رقم A والنود رقم B، أو النقط التقاطع اللي اسمها للتيارات. لازم هنا نطبق قانون كيرشوف للتيار في نقطة تقاطع التيارات، ما ينفعش في أي مكان تاني. فهنفترض هشوف هنا هو محدد لي في الدايرة إن في عندي نقطة تقاطع التيارات اللي هي نقطة A ونقطة
بي. تعال نتكلم الأول على النقطة A. هلاقي إن عندي الـ I واحد اللي هو 4 أمبير ده داخل النقطة A، والـ I 2 برضو اللي هو 3 أمبير داخل النقطة A، والخارج منهم مين؟ I 3. فهنقول بقى بتطبيق قانون كيرشوف للتيار، يبقى إذا الـ I 3 هيساوي الـ I 1 زائد الـ I 2 أهوت، يبقى إذا الـ I 3 بيساوي 4 زائد 3 بيساوي كام؟ 7 أمبير. ده المطلوب الأولاني. طب إحنا تعالى بقى نشوف النقطة B. هنبص نلاقي النقطة B إن الـ I 3 داخل، اللي خارج منها I 4 و I 5، يبقى إذا الـ I 3 هتساوي I 4 زائد I 5، يبقى إذا برضو إن الـ I 3 بيساوي I 4 زائد I 5، يبقى إذا بتساوي I أو بتساوي 1 اللي هو قيمة الـ I 4 زائد I 5. طبعا دي مجهول I 5، يبقى I 5 هتساوي 7 ناقص 1 يعني يساوي كام؟ 6 أمبير. في بقى قاعدة نكمل مع بعض بقى قاعدة توزيع التيار. زي ما احنا شايفين، لو انا عندي دايرة كهربائية زي اللي موجودة في الشكل ده كده، في عندي أكتر من مقاومة متوصلة بالتوازي، عاوز أحسب أي تيار يمر في أي مقاومة من المقاومات دي. فقاعدة توزيع التيار بتقول لي إن أنا بحسب التيار إزاي. بقول إن الـ I بيساوي V على R توتال، اللي هي بتساوي بقى ايه؟ بتساوي الـ I اللي انا عايز احسبه في المقاومة او X على مجموع المقاومة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الـ R total هي المقاومة الكلية، يبقى الـ X هتساوي R total في R X على الـ I اللي هو في قصدي مضروبة في الـ I اللي هو التيار الكلي. يعني هنوصل ان الـ I واحد هيساوي الـ R total على R واحد في الـ I لو انا عايز احسب I واحد. لو انا عاوز احسب I اتنين يبقى عبارة عن R total على R اتنين في الـ I. ولو عندي بس مقاومتين بالتوازي هقول لك ان الار توتال طبعا عباره عن ضربهم على جمعهم، يعني هقول لك ان الاي واحد هيساوي الار توتال في ار واحد على اي في اي، او ان انا لو عوضت بقيمه الار توتال اللي ار واحد في ار اتنين على ار واحد زائد ار اتنين على ار واحد في الاي. هنختصر المعادله، يبقى اذا هنوصل للقانون ان لو عاوز احسب قيمه الاي واحد في الذراع في مقاومه ار واحد هيبقى عباره عن الاي الكلي في المقاومه ار اتنين على مجموع المقاومتين. ونفس الكلام لو احنا عاوزين نحسب الـ I 2 بالنسبة لنفس الشكل، يبقى هيبقى عبارة عن الـ I الكلي في المقاومة R 1 على مجموع المقاومة دي. واحنا كنا بنقوله لو عايز أحسب أنا التيار في المقاومة R 1 هقول لك إن التيار في المقاومة اللي بيمر فيها التيار على مجموع المقاومتين. طيب ناخد مثال بسيط، مثال 1.22، أول قيمة التيار I 1 للدائرة المبينة في شكل 1.27 اللي هو الشكل ده، عبارة عن 3 مقاومات متواصلين مع بعض على التوازي. فعشان نحسب يبقى لازم نحسب الـ R الكلية. فقال لك الـ R total واحد، يعني هو خد الاتنين دول مع بعض كأنهم مقاومة كده، هيحسبهم مع الـ R 3 مع بعض بالإيه؟ بالتوازي. فقال لك إن الـ R 4 إن هي المقاومتين متساويين، الـ R 2 والـ R 3 ديت عبارة عن مقاومتين متشابهين، فأقول لك إن دي عبارة عن R في واحد الإكوفيلنت سيركت للدايرة الصغيرة اللي هي عبارة عن R 2 وR 3 مع بعض. فنقول إحنا قلنا قبل كده لو إحنا عندنا مقاومات قيمتها متساوية بيقول عدد المقاومات أو قيمة المقاومة على عددها. يبقى اذا الار توتال في واحد اللي هي الجزء ده عباره عن 24 على 2 يعني بيساوي 12 اوم. يبقى اذا الاثنين دول عباره عن مقاومه دلوقتي قيمتها 12 اوم بتوصلها مع بالتوازي مع مقام ار واحد اللي هي قيمتها 6 اوم. يبقى الار توتال الكليه عباره عن ار تي واحد في الار واحد على ار تي واحد زائد ار واحد يعني بيساوي 4 اوم. انا عاوز احسب مين بقى؟ انا عاوز احسب قيمه الاي واحد، الاي واحد اللي هيمر في مقام ار واحد. يبقى اذا الاي واحد هيساوي الار توتال في ار واحد على في الاي اللي هي بتساوي 4 على 6 على 6 في كام؟ في 42، يعني بتساوي 28 ملي امبير. بدي الامثله بقى تشوفوها وان شاء الله تحلوها مع المهندس تمام. تعالوا بقى نشوفوا بقى ايه هي اجهزه القياس اللي انا بستخدمها بقى لقياس التيار والجهد والمقاومه والقدره الكهربائيه والكلام ده كله. هننتقل بقى الجزء الثاني من الشابتر الاولاني اللي هو انواع اجهزه القياس. وقال لك تصنف أجهزة القياس طبقا لطرق إظهار القراءة إلى أجهزة تناظرية اللي هي الأنالوج، وطبعا الأشكال بتاعتها كما زي ما احنا هنشوفها دلوقتي. فالأجهزة التناظرية الأنالوج ديت زي ما احنا شايفين، لو أنا عندي بقيس جهد أو تيار سواء تيار متغير أو تيار مستمر
ده يسمى الجهاز هنا الافوميتر. ده شكل واحد اللي هو ده شكل واحد اللي هو الجهاز الايه الافوميتر اللي هو بيقيس قيمة الجهد. ده انت شايف قيمة ال V، وطبعا ده بيقوم في ايه، بيقيس قيمة التيار. جهاز قياس الجهد اللي هو الفولتميتر، وجهاز قياس القدرة بيسموه الوات ميتر، وجهاز قياس التيار اللي هو بيسموه ايه الاميتر. دي الأشكال المختلفة. ده طبعا ده هو ده الشكل اللي هو بيقيس اللي هو المالتي ميتر، بيقيس المقاومة والتيار والجهد. ده بيقيس الجهد، ده بيقيس التيار، ده بيقيس القدرة الكهربائية. النوع التاني من الأجهزة اللي هي أجهزة القياس الرقمية أو الديجيتال، هي نفس الجهاز ولا مالتي ميتر، بس بيقيس كل الكميات الكهربية سواء قيمة الفولت أو التيار. نكبر لك الشور الصورة عشان تشوف القيم. يعني ممكن ده الجهاز ده مع طريق العلامة اللي في البكرة دي، هنا بيقيس الجهد. لو انا عاوز اقيس طبعا فريكوانسي بيقيس فريكوانسي، لو عايز اقيس او احسب او اعرف احدد اطراف الديود، اقيس قيمه مكثف، اقيس قيمه مقاومه، ممكن اشتغل اقيس بقيمه تيار كهرباء. ده بيسموه الديجيتال ميجرمنت او القياس الرقمي. وطبعا هي اجهزه قياس دقيقه جدا، وبتظهر الكميه او القيمه المقاسه على الاشياء الالكترونيه في صوره ارقام. في بقى النوع الثالث اللي هي أجهزة القياس التكاملية، زي الإعداد الكهربي كده، وهي تكامل تجمع الكميات المقاسة خلال فترة زمنية محددة. زي إيه؟ زي جهاز الإعداد اللي عندنا في أي بيت اللي هو بيقيس القدرة المستهلكة في الزمن المستغرق، اللي هو بيقيسه بالكيلو وات أور. النوع الرابع اللي هي أجهزة القياس التسجيلية، وهي عبارة عن مؤشر يرسم رسمًا بينًا على ورق، حيث يمثل الكمية المقاسة المتغيرة مع إيه؟ مع الزمن، زي جهاز رسم القلب والأجهزة اللي إيه؟ المستخدمة. وبرضه قال لك مثل جهاز قياس القدرة في محطي التوليد الكهربي. لو احنا اتكلمنا على جهاز قياس الجهد المستمر والتيار المستمر والمقاومة، طبعا ده لو احنا بنقيس جهد مستمر ده بيبقى جهاز الفولتميتر. وطبعا جهاز الفولتميتر بتوصل بالتوازي مع القيمة او في الدائرة الكهربائية اللي انا عايز اقيس القيمة فيها. فقال لك اهو تقاس الجهد الكهربائي المستمر بجهاز فولتميتر الجهد المستمر، حيث توصل أطرافه على التوازي مع العنصر أو الدائرة المراد قياس الجهد على طرفيه. فلو عندك دائرة زي ديت عبارة عن مصدر جهد مع مفتاح وحمل كمقاومة، وعاوز أقيس الجهد بتاع الدائرة دي، فأوصل الفولتميتر بالتوازي مع مين؟ مع المقاومة. ولزيادة مجال القياس لجهاز الفولتميتر، لابد من توصيل مقاومة التوالي إلى الآر إس مع الجهاز، ومنه طبعا فإن الجهد الزائد يقع على المقاومة الموصلة على التوالي كما بيبقى من الشكل. عشان ازود الاكيورسي بتاع الفولتميتر بوصل له مقاومه بالتوالي معاه، هو ايه بيسموها مقاومه الار اس. لو عايز اقيس التيار الكهربي، التيار طبعا ده بيتقاس عن طريق جهاز الاميتر، وجهاز تيار الاميتر ده ايه بتوصل توالي في الدائره الكهربائيه بحيث التيار يمر فيه في ملف الاميتر، فيبقى الفولتميتر بتوصل توازي والاميتر بتوصل ايه بتوصل توالي. المقاومه الكهربائيه بجهاز الاوم ميتر، وجهاز الأوميتر ده طبعا بيبقى بيشتغل على أساس إن هو بيقرأ الفولت والأمبير. طبعا ده مقاوم أوم، قلنا إن قيمة المقاومة إن الآر بتساوي الفي على مين؟ على الآي. فلو عرفت قيمة التيار والجهد في دايرة كهربية على المقاومة دي، أقدر أحسب قيمة المقاومة بإيه؟ أقدر أحسب قيمة المقاومة بالأوم. أجهزة القياس طبعا القدرة الكهربية والطاقة التضادات المختلفة، فيها طبعا القدرة الكهربية إن هي عبارة عن الجهد والتيار، او بيساوي مربع الجهد على المقاومه، او بيساوي مربع التيار في المقاومه. في عندك ثلاث انواع للقدره الكهربائيه، في الابيرنت باور او القدره الظاهريه برمز الظهر رمز اس، والقدره الفعاله الاكتيف باور ودي باور، والقدره الغير فعاله الاكتيف باور برمز رمز ايه برمز كيو. كل قيمه او كل قدره ظاهريه عباره عن جهد والتيار بس، اما القدره الفعال اللي هي الباور عباره عن الجهد في التيار في محصله الزاويه بين الجهد والتيار اللي هي بيسموها كوزاين فاي، والرياكتيف باور او القدره الغير فعاله للكيو اللي هي ايكوال في الاي ساين فاي. وطبعا وذلك لوجود زاويه الطول الفاي بين الجهد والتيار. طبعا بنقدر احنا نرسم مثلث القدره اللي هو ما بين الاس والبي والكيو والفاي. طبعا ده بيوضح لك الفرق ما بين الفي والاي والزاويه اللي بينهم هي الفاي. يعني التيار بيبدأ من النقطة ديت، في زاوية ما بين التيار والجهد قيمتها فاي، عشان الجهد يبدأ أو الجهد يسابق التيار بقيمة مين؟ بقيمة فاي. لو بتكلم على مثلث القدرة، ده عندك الباور والأكتف باور محصلتهم بتبقى الإس، ودي الزاوية ما بين مين؟ ما بين الإس والبي اللي هي اللي أنا بقول عليها اللي هي إيه؟ اللي هي الزاوية فاي.
في عندنا أجهزة قياس لقياس القدرة الكهربية، أو طبعا الوتميتر، ممكن يبقى هو الوتميتر الكهروديناميكي والوتميتر التأثيري والوتميتر الإلكتروستاتيكي، وإحنا هنشرح هنا الإيه الوتميتر الكهروديناميكي. عبارة عن حاجتين، عبارة عن ملف تيار وملف جهد. ملف التيار ده بملف ثابت، وملف الجهد بملف متحرك، زي ما احنا شايفين كده قدامنا في الصورة اللي قدامنا. ده عبارة عن مغناطيس، فملف اللي هو الكرنت ده، وطبعا ده عبارة عن قلب ملعقيك ثابت عليه المؤشر. نتيجة مرور التيار بيعمل فرق، أو بيعمل مجال مغناطيسي مختلف عن مجال المغناطيس الناشئ، أو بيقطع مجال المغناطيس اللي ما بين المغناطيسين اللي هو اللون الأزرق ده، بالتالي بيعمل عزم انحراف، فبيؤدي إلى انحراف المؤشر على التدريج. ده بشكل مختصر فكرة إيه العمل بتاعت مين، بتاعت الوات ميتر الكهروديناميكي. نظرة عمله موجودة، حضرتك بتقروها، وده شكل توصيل الدايرة بتاعت لو أنا بحسب قدرة كهربية في دايرة كهربية. تعالوا بقى في حاجة مهمة جدا بيحتاج أي مهندس كهرباء، وبرضو أي مهندس مدني، ألا وهي هي المواصفات الفنية لأعمال الكهرباء في المواقع الإنشائية. طبعا تصميم منظومة الأعمال الكهربية في أي مبنى تعتبر جزء من عمليات التصميم المتكاملة في المبنى، يعني مش هيبقى عندي بس رسم معماري وإنشائي، لا، يبقى لازم يكون في عندي برضو رسم كهربي. وبالتالي طبعا ده بيبقى مكمل للأعمال الإنشائية من أساس وهيكل خرسانية وحوائط وإلى آخره، وبرضو في أعمال صحية وأعمال ميكانيكية. فلا بد يكون عندك برضو أعمال الطاقة الخفيفة زي التليفونات والتليفون المركزي والساعة والإنارة وغيره. فإيه هي بقى المتطلبات العامة للتصميمات الكهربية؟ طبعا المقصود بالمتطلبات العامة للتصميمات الكهربية هي مجموعة المعلومات الخاصة بالمبنى المراد تصميم شبكة كهربية دي، واللي بيحتاجها مهندس الكهرباء قبل البدء في العمل في إيه من أجل وصول لتصميم ذو كفاءة عالية. إيه هي بقى المتطلبات دي؟ هي عبارة عن 3 حاجات: متطلبات معمارية، ومتطلبات ميكانيكية، ومتطلبات كهربية. لو احنا اتكلمنا عن المتطلبات المعمارية هنقول مثلا طبيعة المبنى. طبعا أول حاجة لازم نعرف طبيعة المبنى هي استخدام إيه بالظبط، تبقى مبنى تعليمي ولا مبنى ترفيهي ولا أيا كان طبيعة المبنى ده. فلابد إن احنا نعرف طبعا معلومات تفصيلية عن طبيعة استخدام كل مساحة من مساحات المبنى، أماكن المعدات هنحطها فين في المبنى، وبالتالي عشان خاطر برضه أنسق مع المهندس المعماري بحيث نحط مثلا غرفة الكهرباء تبقى فين، اللوحات تبقى فين، مكانها فين، المولد هيبقى فين، ده لازم نكون عارفين التفاصيل دي كلها. طبيعة بيئة المبنى، المبنى ده هيبقى متكيف ولا مش هيبقى، لا، ولا مش مفيش تكييفات فيه كاملة، تكييف مركزي ولا تكييف سبليت اللي هو المنفصل، ده لازم نعرف الكلام ده كله. طبيعة التشطيب، هو المبنى ده هيبقى تشطيب سوبر لوكس فاخر ولا هيبقى متوسط التشطيب، لأن طبعا ده بيأثر معايا في التصميمات الكهربية على حسب الإنارة اللي أنا هشتغل عليها. شدة الإنارة في كل مساحة وعدد نقاط الإنارة، وطبعا والمخارج وهكذا. برضو لازم يكون عندك في حساباتك تحديد التوقعات المستقبلية، في توسعات هتتم في المبنى بعد كده ولا لأ، سواء من ناحية المباني أو المعدات، لأن ده بيساعد في تحديد الأحمال. طبعا مهندس الكهرباء هو أكتر مهندس بيحتاج للمعلومات الخاصة بالتوسعات المستقبلية عشان خاطر موضوع الربط، قال لك ممكن كمان بيوصل لغاية 100 سنة قدام بيعمل حسابه. بينما طبعا الأعمال الكهربية بتتجدد بالمبنى مثلا كل من 20 ل 30 سنة، طبعا فلا بد إن احنا نحط في حساباتنا إن احنا نشوف التوسعات المستقبلية هنعملها إزاي. الحاجة التانية المخططات المعمارية، طبعا بيحتاج المصمم بعد ذلك الحصول على مخططات معمارية للمبنى كله، عشان خاطر من خلال المخططات دي بتوفر برضو معلومات من أجل تحديد هيكلية الشبكة الكهربية. وبرضه مخططات معمارية بتحدد مسار الكابلات وأماكن المعدات الكهربائية المختلفة، وفين أماكن اللوحات والمحول والمولد وهكذا. برضه بنحتاج المصمم مجموعة كاملة من لوحات المساقط الأفقية اللي هي البلان والسايد فيو، وطبعا الواجهات الخاصة بالمبنى. وطبعا لو اللوحات عندك مساقط أفقية هي أكثر لوحات استخداما بالنسبة لمهندس الكهرباء، فلا بد برضه إحنا نبقى عارفين طبيعة التشطيبات هيبقى شكلها إيه، طبيعة المبنى، طبعا اعمال الاناره هتبقى شكلها ايه في الواجهات، المصاعد او الاسانسيرات الموجوده هتتحط فين ومكانها فين، تبقى لازم نبقى عارفين احنا التصميم المعماري بشكل كويس. الاخر حاجه بقى اللي هي المتطلب الاخير اللي هو المتطلبات الميكانيكيه. اول حاجه لازم نعرفها تحديد الاحمال الميكانيكيه الموجوده
مثل المصاعد والسلالم المتحركة ومضخات المية ومكافحة الحريق وغيرها من الأجهزة الإيه الخاصة بالأحمال الميكانيكية. طبعا ينطبق على الأجهزة الكهربية ينطبق على الميكانيكية، فالمصمم برضه بيحتاج إلى معلومات تفصيلية عن هذه الأجهزة حتى يمكنه تصميم الشبكة المناسبة لتخزين هذه الأحمال. تحديد أحمال التبريد والتكييف بيحتاج المصمم إلى معلومات تفصيلية ودقيقة عن أماكن تركيب أجهزة التدفئة والتهوية والتبريد، لأن طبعا ده بيوفر معايا نقاط تغذية في المكان المناسب لي. عايز أحط تكييف في مكان معين، فلا بد إن أنا أجيب له وصلة أو مصدر التغذية الرئيسي للتكييف ده في المكان ده، وإلا هيبقى عندي مشكلة بعد إيه بعد التشطيبات. برضه بيحتاج المصمم تحديد أحمال كهرباء طبعا من تصميم الدوائر المناسبة ليها وتحديد الحمل الكلي المبنى، عشان برضو احدد بناء عليها المحول المناسب للمبنى والمولد اللي هو الباك اب جنريشن، وبرضو قيمه اللوحات اللي انا هحطها، اللوحات العموميه واللوحات الفرعيه، وبرضو بيعتمد عليها برضو تحديد قطر الكابلات المستخدمه. لو انا اتكلمت بقى على المتطلبات الكهربيه، فهتلاقي عندي الاحمال الكهربيه. الاحمال الكهربيه زي احمال الاناره والمخارج العامه اللي هي السوكت والاجهزه اللي بتتصل بيها، وبرضو المعدات الخاصه بالمطابخ والأجهزة الكهربائية في العيادات الطبية أو المعدات في ورش صناعية وغيرها. في برضو الأنظمة المساعدة، في بعض الأنظمة بيشترك في القيام بتنفيذ طبعا وتصميم مهندس الكهرباء مع مهندس مع مهندسين آخرين، مثل أنظمة الإنذار والإطفاء ونظم الاستدعاء الآلي والتليفونات، وطبعا الدش المركزي وشبكة الإنترنت وساعات الحائط وهكذا. وهذه المنظومات طبعا وإن كانت لا تؤثر كثيرا على الحمل الكهربائي لكل المبنى، ولكن برضو ان هي مهم ان ناخد او ياخدها مهندس الكهرباء في اعتباره في تصميم اللوحات الكهربائيه طبعا، وبالتنسيق مع المهندس المعماري ومهندس الانشائي برضو، بحيث نبدا نوصل في اخر في افضل صوره وبدون تدخلات في امور الغير في نهايه التصميم. تحديد نظام التغذيه الرئيسي في المبنى ده مهم جدا، لابد ان احنا نحدد موقع او نقطه التغذيه الرئيسيه في المبنى. هل المدخل الرئيس ده، عشان خاطر نحدد كمان تحديد مسار الكابلات الرئيسية ومسار خطوط التغذية الرئيسية في المبنى. نظام التغذية ممكن يكون سنجل فيز في المباني الصغيرة اللي هي طبعا بتقل من القدرة بتاعتها عن 12 كيلو وات، أو ثري فيز في مباني الأحمال الكبيرة طبعا بتبقى موجودة كتير جدا في شغل في شغلنا في مصر يعني. لو اتكلمنا على تحديد المتطلبات الفنية التفصيلية، يبقى أول حاجة لازم نحدد نوع لمبات الإنارة، هي اللمبات موفرة ولا لمبات ليد ولا إيه وضعها. طبعا ده بتبقى بالتنسيق مع مهندس المعماري ومهندس الديكور. شدة الإضاءة المستخدمة طبعا دي بتحدد أو بيتم تحديدها من خلال نوع اللمبات وطبيعة استخدام الغرف والمساحات الموجودة في المبنى. تحديد أماكن ونوعية المخارج العامة اللي هي السوكتس أو البرايز، طبعا دي بتبقى قدرتها 13 امبير او ممكن تبقى 15 ممكن تبقى 20 على حسب طبيعه الجهاز اللي هتوصل بيها، ممكن توصل ل 40 و30 امبير زي المطابخ وغيره، وممكن تبقى دبل، ممكن تبقى كمان ساعات تحتاج انا احمال 3 فيس زي الافران اللي ممكن تحتاج 3 فيس. لو احنا بقى بنتكلم على خطوات التصميم المشروع الكهربي، يبقى أول حاجة لازم نحدد المواصفات الأعمال الكهربية اللي هي طبعا بترجع للكود اللي هي الكود الخاص بكل إيه بكل بلد. لو اتكلمنا على الخطوات الرئيسية في المشروع، طبعا احنا ممكن نلخص الكلام ده لأول حاجة إن هو تحديد المتطلبات العامة للمستثمرات الكهربية. رقم 2 تحديد الأحمال الكهربية بصورة مبدئية بناء على حسابات المساحات، وطبعا دي بتشمل أحمال الإنارة والبرايز والتكييفات وغيرها. طبعا ايه بتشمل هذه المرحله طبعا حساب الحمل الكلي طبعا، لان ده بيعتمد عليه اختيار اللوحات والمحول المناسب للمبنى والكابلات وقطر الكابلات، كل ده بيعتمد على طبيعه الاحمال المستخدمه. تصميم اعمال الاناره ووضع رموز لوحات الاضاءه على اللوحات، ونفس الكلام تحديد اماكن البرايز طبعا ووضع رموز في اماكنها على الرسم. تصميم الاعمال الكهربيه لاحمال القوه زي التكييفات والمصاعد والبامبنج المضخات المياه الموجوده، ولازم احط برضو رموز لكل سيمبل او كل حاجه محطوطه على الرسم. طبعا البدء في حسابات بقى الدوائر الفرعيه وتصميم الدوائر دي، عشان خاطر اقدر اوصل في الاخر للوحات فرعيه بتتناسب مع طبيعه الاحمال من لمبات ومخارج عامه ومخارج قوه وغيرها. بصنف الاحمال طبقا لطبيعتها لاناره وبرايز قوه وفي حاجات هامه وفي حرجه وفي طوارئ. بتجميع الدوائر الفرعية في لوحات توزيع اللي بيسموها distribution board طبقا لطبيعة الحمل وتصنيفه،
تمام. بصمم برضه دوائر المغذيات العموميه اللي هي الدوائر العموميه، بصمم مغذيات ومفاتيح الوقايه للسيركت بريكر المناسبه كبروتكشن للوحات اللي انا عايزها. بعمل مراجعات التصميمات الضروريه زي الشورت سيركت ستادي والفولتج دروب، بحيث لو حصل شورت قفله او حصل انخفاض في الجهد يبقى لازم اعمل حساب وانا بصمم اللوحات. اعتماد نظام تخزين اللوحات الكهربائيه بالمشروع طبقا لطبيعه واهميه المبنى. من خلال الإجابة على عدة أسئلة مثل مثلا هل يتم التخزين من مصدر واحد أو مصدرين، حجم مولد الطوارئ، إزاي هوصله بلوحة اي تي اس ولا هيتوصل بمفتاح مانيوال، بالتوازي طبعا وبالتنسيق مع كل اللي فات ده لازم أصمم دوائر تغذية للأنظمة المساعدة اللي هي بيسموها أنظمة الطوارئ أو الأكزيلوري سيستم زي الدش والتليفون ونظام التوريد والفاير فايتنج والفايل ارام اللي هو الانذار والداتا نتورك اللي هي شبكات الداتا الموجوده او النت الموجوده في المبنى. بكتب في الاخر طبعا كراسه الشروط والمواصفات وبعمل جدول الكميات. طبعا مع ان جدول الكميات ده يكون طبعا في الغالب طبعا مخصص للمجموعات، جدول حصر كابلات وحصر لوحات طبعا بيضمن برضو السيركت بريكر المستخدم اللي اللوحه بتبقى ضمن شامله السيركت بريكر المستخدم فيها يعني. مستندات بقى المشروع، ايه اللي المفروض انت تحتاجه كمستند مشروع في اعمال الكهرباء؟ اول حاجه طبعا بتحتاج انت المخططات او الرسومات اللي هي الدروينج، وطبعا دي بتتضمن رسومات الاناره والقوه وتمديدات الجهد المنخفض ومخطط شبكه التوزيع والتيار الخفيف. والمبنى ده طبعا بيبقى بيظهر الكلام ده كله في بلان خاصه بالمبنى. طبعا بعض الرسومات دي بتبقى مخططات الاضاءه تظهر في الايفالويشن او في الحساب. بتنقسم المخططات النوعين، مخططات تصميميه وفيها تظهر اماكن العناصر الكهربائيه بصوره تقريبيه كما يظهر اسلوب التغذيه بصوره رمزيه. طبعا لو انت بتحدد المسار الفعلي للاسلاك فانت بتحتاج للنوع الثاني من المخططات اللي هي المخططات التنفيذيه اللي هي الشوب درون، ودي بتحتاجها او بيحتاجها المقاول التنفيذ الفعلي للمشروع، وغالبا اللي نحتاج اليها اذا كان هناك صعوبه في التنفيذ او ان هناك متطلبات خاصه للمسار او متطلبات معماريه خاصه. بتحتاج برضو جداول الكميات عشان تبقى انت معروف هتعمل هتاخد كام مخرج اناره كام مخرج بريزه وهكذا، وهي جداول تتضمن معلومات عن كل عنصر مطلوب في تنفيذ المشروع من حيث عدده ومواصفاته بصوره دقيقه ومختصره. وتقوم شركات المقاولات الراغبه في تنفيذ هذا المشروع بوضع اسعارها امام كل عنصر من هذه في هذه الجداول بناء على المعلومات والبيانات المذكوره في الشروط. الشروط الفنيه العامه والشروط الخاصه للتنفيذ، طبعا كراسة الشروط بتبقى والمواصفات بيبقى فيها كل الايه كل المفردات المطلوبة والتصميم المطلوب للمشروع. كده احنا خلصنا مع بعض الشابتر الاولاني والمحاضرة التانية ان شاء الله، وان شاء الله نلتقي بكم على خير بإذن الله في المحاضرة التالتة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.